السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن موضوع صعب جدا وهو الرياء. معنى كلمة رياء هو فعل المرء الشيء من أجل أن يراه الناس. يعني أنا عايز الناس يشوفوني أن أنا أخلاقي كريمة، أن أنا كريم، أن أنا سخي، أن أنا بطل، ان انا عابد متنسك زاهد، ان انا عالم، الى اخره الى اخره الى اخره. هو ايه بقى؟ من اجل ارضاء الناس. ده التعريف العام. فانا مقسم هذا المرض الى 7 درجات، اسوأها وهو الاسفل منها وهو نمرة 1، وهو حينما يسعى المرء منا الى الظهور امام الناس بالتقوى خلاص وبالفلاح والصلاح والعلم والأخلاق الكريمة، أما في الخفاء فهو يرتكب المعاصي، وليس فقط يرتكب المعاصي بل ويخطط لإيذاء الآخرين بقى أسوأ مرحلة في الخفاء أن هذا المرائي يرتكب معاصي قد تكون شخصية، لكن في نفس الوقت يؤذي الآخرين ويخطط لإيذائهم. المرحلة الثانية اللي أنا هتكلم عنها هي بردك نفس الموضوع، نفس الشخص المرائي ده بيسعى سعي حثيث للظهور أمام الناس بالمثالية والتقوى والورع والصلاح وكل الأشياء الجميلة دي كلها، لكن في الخفاء هو بيرتكب معاصي فقط ولا يؤذي الآخرين. يبقى في الخفاء هنا بيرتكب معاصي ولا يؤذي الآخرين، في الدرجة الأسفل منها بيرتكب معاصي ويخطط لإيذاء الآخرين. المرحلة الثالثة من هذا المرض اللي هو الرياء أيضا هو حب الظهور وشهوة الشهرة مع عدم ارتكاب المعاصي في الخفاء. يعني مثلا في المرحلة الثالثة دي بيكون أقل سموما وأقل إيذاء للناس، لأنه بس هو بيحب يظهر أو هي بتحب تظهر قدام الناس بالكرم والجود والناس تمدحها أو الناس تمدحه إلى آخره، لكن في الخفاء يعني ما بيرتكبش معاصي وما بيحاولش يخطط لإيذاء الآخرين. ده سلم المرحلة الثالثة لأقل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الرابعة هو أيضا الرغبة في الظهور، الرغبة في الظهور مع عدم السعي إلى الظهور. بمعنى إيه؟ أنا دفين في قدم مدفون في قلب إن أنا عايز أظهر وبألح أو نفسي تلح علي بالظهور، لكن أنا ما بسعاش للظهور. إذا جه كان بها، ما جاش أبقى قاعد أنا متضايق كده إن أنا ليه ما ندهوش علي، ليه ما سألونيش، ليه ما حطونيش على المنصة، لماذا 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 لماذا. ده المرحلة الرابعة وأخف من الثالثة والثانية والأولى. إلى المرحلة الرابعة الخامسة هي عدم الرغبة في الظهور وعدم السعي إليه. يعني المرحلة الخامسة بتقول إن أنا قاعد في وسط ناس ومش عايز أظهر ومش عايز أسعى عليه، لكن جه أهلا وسهلا، ما جاش ما فيش مشكلة. ده أحسن بكتير من 4 المراحل الماضية اللي هي الرابعة والثالثة والثانية والأولى. المرحلة السادسة هو حينما أختلي بالخالق سبحانه وتعالى في السر وأقيم الليل وأتحدث إليه بيني وبينه في حضرة الملائكة، وطبعا حتراني الملائكة وتسمعني الملائكة وتكتب الملائكة عني ما تريد أن تكتب. ودي مرحلة أعلى وأعلى وأعلى من المراحل الخمسة الأخريات اللي اتكلمنا عنها، ودي تعتبر مرحلة متقدمة في حب الإنسان لربه سبحانه وتعالى. أما المرحلة العليا أو الأقوى أو الأقرب أو الأنقى أو الأنصع فهي الائتناس في الخلوة بالخالق، حيث لا يستطيع ملك أو مخلوق آخر أن يسمع ما يدور بيني وبين الخالق.
بمعنى أنني أتحسس من الملائكة أن تسمع مناجاتي للخالق، فأناجي الخالق سرا في السر وليس علنا، فتحتار الملائكة فيك أو فيك ماذا يقول، ماذا نكتب. فقد يسأل الخالق سبحانه وتعالى هذا السؤال، فالخالق سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي، ما في سري، وما في ذكري، فيقول لهم اكتبوها، أنا أكتبها عن عبدي، أنا أكتبها عن عبدي. يبقى السبع مراحل دول من مراحل الرياء التي تتحول فيما بعد إلى الصفوة والدنو والقرب والاختلاء بالله سبحانه وتعالى وبالخالق، كي لا يسمعني. ترى الملائكة يعني ما في مشكلة في دي، لكن قد لا تسمعني الملائكة وتتعجب من فعلك وفعله وفعلها وفعلكم. يبقى من السعي للظهور بالتقوى وارتكاب المعاصي في الخفاء وإذاء الناس، إلى السعي للظهور بالتقوى وارتكاب المعاصي في الخفاء، إلى حب الظهور وحب الشهرة وحب الشهوة مع عدم ارتكاب المعاصي في الخفاء، إلى الرغبة في الظهور مع عدم السعي إليه وعدم ارتكاب المعاصي، إلى عدم الرغبة في الظهور وعدم السعي إليه، إلى الاختلاء في السر وعدم التحدث عن ذلك في العلن، إلى القمة بتاعتنا اللي هي الاختلاء بالخالق في السر وعدم إظهار ذلك للملائكة. أتمنى أيها الإخوة وأيها الأخوات أن تكونوا من أصحاب القمة، وهي المرحلة السابعة في صفاء النفس وتنقية النفس وتزكية النفس. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.